مرحبا بكم معنا مرة أخرى مع نبات جديد. تعريف النباتات عندنا اليوم نبات ريد ريندا، عمودية نبات من أنواع نباتات الزينة. ريد ريندا هي نوع من النبات تبع جنس الريد ريندا من فصيلة الخننجية، موطنها الصين بمقاطعة يونان. ينمو في الجبال، ارتفاع يتراوح من 3000 و 4500 متر فوق مستوى سطح البحر، ولا سمى في غابات الصنوبر ووسط غابات الروندرون وعلى أراضي جبال الألب وعلى المنحدرات الصخرية والتلال. وصف طبعا كثير معلومات وأرقام. في الزراعة معروفة منذ عام 1911، يزهر في السنة الثانية أو الثالثة بعد البذر في كثير من الأحيان، الخلط مع ممانع رودوندرن الكثيفة، إنها تنمو ببطء شديد حيث لا يزيد النمو السنوي عن 1 سنتم، وقد عاش في الزراعة لأكثر من 30 عاما. يحب الضوء، التربة تفضل الحمضية أو الحمضية قليلا رطبة إلى وسط إلى قليلا رطبة تقريبا، ووسط روسيا يكون الشتاء شديد البرودة، لكن يوصي بإيواء النباتات الصغيرة في الحدائق للهواء، وهي مناسبة للزراعة في مجموعات صغيرة أحدقها على تلال جبال الألب. يزهر في منتصف مايو إلى النصف الثاني من يونيو، حوالي 36 يوما لأنبات من البذور 92% قصاصات جذرة 64%. عند التعامل مع المنشطات الجذرية في ظروف المنطقة نينجي، يعني في منطقة يعني في موقع زراعي، يقاوم انخفاض درجات الحرارة إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر. ما شاء الله، نبات يتحمل البرودة. لمزيد من المعلومات الرابط أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.